الفائز. تلتقون سيادتكم اليوم وشباب مصر في مستهل عام جديد نتمناه بعون الله عاما موفقا مستقرا تحقق فيه الأمة المصرية كلها إنجازات وطموحات تدفع بها قدما على طريق التقدم والتنمية، وفي بداية مرحلة جديدة لتطوير العمل الشبابي على كافة الأصعدة الثقافية والاقتصادية والسياسية لتحقيق طفرة ملحوظة في حياة شباب مصر وتأثير حقيقي في وجدانه، ويستحق أن يكون هذا اليوم هو يوم الشباب المصري. تلتقي اليوم سيادة الرئيس مع الشباب، وقد انتهت مصر منذ أيام من تنفيذ خارطة طريق حددتم سيادتكم والقوى السياسية الوطنية معالمها تلبية لنداء الشعب المصري في يوم مشهود من الأيام المجيدة في تاريخ العمل الوطني لهذه الأمة، هو الأربعاء 3 يوليو عام 2013. وخلال تلك الفترة كتبت مصر دستورها الجديد، وانتخبتكم رئيسا لها، وانتخبت مجلسها النيابي في مراحل ثلاث شهدت لها كافة الدوائر العالمية والمحلية بالنزاهة والشفافية وسط مناخ انتخابي آمن ومستقر رغم ما يموج بالمنطقة كلها من أنواع وأخطار. الأمر الذي اعتبره العالم كله عصرا جديدا تبدأه هذه الأمة الشابة بقواعد راسخة تتحمل أن يرتفع بها البنيان إلى درجات علا. سيادة الرئيس، في بيانكم للأمة في يوليو 2013 الذي حدد خارطة الطريق نص ضمن بنوده على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين الشباب في مختلف مؤسسات الدولة ليكون شريكا في القرار كمساعدين الوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية، فكان البرنامج الرئاسي المتكامل لتأهيل الشباب على القيادة من خلال صقل قدراتهم والعمل على تنمية مهاراتهم وإعطائهم الفرص المتساوية لخدمة بلدهم، والذي بدأ خطواته الفعلية خلال العام الماضي واستقبال من شبابنا في مختلف محافظات الجمهورية. ونص دستورنا الجديد على تمثيل الشباب في أول مجلس للنواب بعد إقراره، وعلى تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية الشعبية للشباب، وهو الأمر الذي يؤدي معه غدا 57 نائبا في مجلس النواب الجديد تحت 35 سنة اليمين الدستورية، وهي أرقام تتوافق مع المعايير العالمية لتمثيل الشباب في مجالس النواب ويجعل مصر تتصدر دول المنطقة في هذا الشأن. كما اشتملت الرؤية التي تقدمتم بها سيادتكم للعمل الوطني لأبناء الشعب المصري كمرشح لانتخابات الرئاسة في مايو 2014 على هدف أساسي هو أن يتبوأ الشباب بمقتضاه صدارة المشهد في تحقيق الآمال وتنفيذ الأهداف التي تضمنتها تلك الرؤية ويتم الآن تنفيذها على أرض الواقع، وهو الهدف الذي وجدنا على أساسه أكثر من نصف أعضاء المجالس التخصصية المختلفة التابعة لرئاسة الجمهورية من الشباب، بالإضافة إلى العديد من نواب ومساعدي ومعاوني الوزراء والمحافظين يمثلون هذه المرحلة العمرية. واشتمل التكليف الرئاسي الصادر في سبتمبر 2015 للحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل على وضع برامج لتشجيع كافة المواطنين على ممارسة الرياضة وتشجيع المجتمع المدني على المساهمة في تبني الواعدين في المجال الرياضي لتحقيق البطولات وزيادة الاعتماد على الشباب في متابعة المشروعات والشؤون المختلفة. وقد حرصت وزارة الشباب والرياضة على تطوير البنية الأساسية للمنشآت الشبابية والرياضية في الأندية ومراكز الشباب لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وإنشاء وتطوير المراكز الرياضية المتخصصة، وأبرزها المركز الأولمبي لتدريب الفرق والمنتخبات الوطنية بالمعادي لتأهيل وصقل أبطالنا الرياضيين ليكونوا قادرين على المنافسة في البطولات والمحافل الدولية المختلفة. وكان لهذا الأمر أثره الفاعل في تصدر بعض أبطالنا الرياضيين للترتيب العالمي في بعض اللعبات والتأهل غير المسبوق للدورة الأولمبية بريو دي جانيرو بالبرازيل في الصيف القادم من التصنيف العالمي مباشرة، وتحقيق نتائج تشهدها الرياضة المصرية لأول مرة في تاريخها في التايكوندو وألعاب القوى والسباحة والسكواش ورفع الأثقال والملاكمة والكاراتيه والرماية وكرة اليد والخماسي الحديث وتنس الطاولة.